حملوا مكانسهم وانطلقوا في أحياء مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت. أكثر من 100 متطوع من كبار الموظفين في وكالة الأنروا، أبناء المجتمع المحلي للمخيم ومسؤولين من الفصائل والسفارة الفلسطينية في بيروت. تشبكت الأيدي وشارك الجميع في اليوم البيئي الذي نظمته الوكالة تحت عنوان النظافة مسؤولية مشتركة وجماعية. اليوم كل الإدارة الأنروا موجودة في مخيم برج البراجنة أن نعطي رسالة أن النظافة هذا مسؤولية كلنا، مش بس للرجال أو النساء اللي اشتغلوا على النظافة، بس لكل السكان، لكلنا يعني. إذا نحن شفنا ورقة على الأرض وشلناها ما بيأثر علينا كتير، هذا بتحسن نظافة البيئة ونظافة المجتمع. هذا نحن منقدمه بظل هالوضع الحالي خدمة لأهلنا حتى ضل في عنا أمل. مسؤولية جماعية ومشتركة هي الرسالة التي أرادت الأنروا أن توصلها لجميع أبناء المخيمات وليس لبرج البراجنة فحسب، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها والنقص في الموارد البشرية التي من شأنها المحافظة على النظافة البيئية للمخيم. وعلى هذا الأساس كان اليوم البيئي لتشجيع أبناء المخيم على المساعدة في الحفاظ على نظافة مخيمهم. رح نكنس نرفع نفايات اللي منشوفها على طريقنا، مقسمين نحن 4 فرق هلأ، كل فريق عم بغطي جهة من المخيم، من قطاع معين من المخيم، وبالإضافة لذلك رح ندهن بعض الجدران بمبادرة لإطفاء يعني شوية ترتيب ونظافة. خلال شهر رمضان قدم الصندوق السعودي للتنمية هبة مالية استطاعت من خلالها الأونروا تعيين 103 عمال نظافة في كل المخيمات لمساعدة العمال الموظفين، ما ترك أثرا إيجابيا في المخيمات التي باتت مكتظة وتحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال، لكن الأزمة المالية للأونروا تحول دون ذلك. هو وجه من وجوه التكامل والتعاون بين أبناء المخيم ووكالة الأنروا في يوم بيئي يثبتون خلاله أنهم معا في السراء والضراء، وأنهم من خلال هذا اليوم يؤكدون التمسك بالوكالة رغم كل ما تتعرض له من ضغوط سياسية ومالية. من مخيم برج البراجنة، ليلى خليل، الغد، بيروت.